مساء الخير يا ولاد، مرحبا بكم في هذه الحصة اللي رايحين نديروا فيها الدرس. كما تشوفوا موضوع حساب القاسم المشترك الأكبر باستعمال طريقة ثانية، عملية إقليدس. درناها في الحصة هذه بالنسبة للسنوات الرابعة المتوسطة. في الحصة اللي فاتت درنا طريقة عملية الطرح المتتالية. ما قلت لكم في الحصة اللي نديروا فيها عملية إقليدس سوف نأخذ نفس الأعداد، هكذاك باش تشوفوا النتيجة هي نفسها بكلا طريقتين. دونك بالنسبة لي السؤال الأول هو يعني العملية الأولى حساب بي جي سي دي يكون من 4368 و 2548. بالنسبة للعملية إقليدس الكونسيست اكوا، يعني واش نديرو فيها؟ المبدا نكتبوها كتابه تاع القسمه الاقليديه اللي كنت ديروها في السنه الاولى متوسط ولا ثانيه متوسط، يعني نكتبوها بهذه الطريقه. دائما نتوما واش تاخذوا كيما عمليه الطرح المتتاليه، ناخذ الكبير هنا بيس قسمه الصغير 4368 نقسموه على 2548. هنا كي كنا نقسموهم بالنسبه لعمليات اقليدس 168 قسمه 2548، هنا نجد حاصل القسمه مثلا نسميوها، وهنا كي نكملوا الجزء الصحيح فقط في عمليه اقليدس نجد الجزء الصحيح فقط نلقاو الباقي غير. ومن بعد هنا كيفاش نكتبوها؟ دائما المقسوم يساوي إلى القاسم في حاصل القسمة زائد الباقي R زائد الباقي. بهذه الطريقة نكتبو كل عمليات إقليدس بالنسبة لهذه الطريقة. دونك نأخذ 4368 نقسمو على 2548. أعتذر فقط ولدي اللي راه يهضر معكم هذا ما يعرفش يهضر. دونك نجد واحد فاصل، حنا ناخذ فقط الجزء الصحيح واحد هذاك. ومن بعد كي نديرو 2548 في واحد نجد 2548. دائما باش نلقاو الباقي ناخذ هذا ناقص كل هذا داكور، ونجد الباقي هنا 1820. ومن بعد لا سويت تاع العمليات واش نديرو؟ دائما القاسم هذاك اللي نقسموه على الباقي، القاسم على الباقي 2548 نقسمه على 1820 عفوا، نجد واحد فاصل. دونك ناخذ الجزء الصحيح هذاك واحد برك، نفس الشيء باش نلقاو الباقي نديرو هذا ناقص كل هذا نجد 728. نفس الشيء نفس العمليات، هذا ناقص قسمة هذا عفوا 1820 يساوي 728. كي نقسموهم نجد 2 فاصل. دونك نأخذ الجزء الصحيح هذاك 2 برك باش نلقاو الباقي، دائما هذا ناقص نتيجة جداء هذا نجد 364، ثم هذا قسمة هذا 728 قسمة 364 عفوا نجد هنا 2، نجد 2 فقط ماشي 2 فاصل. دونك الباقي هو الصفر. دونك هنا في هذه الحالة 728 قسمنا على 364، إذا هذا هو القاسم. دونك البي جي سي دي ديالنا هو 364، إذن بي جي سي دي تاع 4368 2548 يساوي 3364. فوالا. دونك باش ديروا المقارنة ولو لا فيديو هذاك اللي درنا فيها طريقة الطرح المتتالية اللي شافها يشوف بلي نفس النتيجة. العملية الثانية 2 حساب بي جي سي دي ديال 288
هو 108. دونك دائما الكبير قسمة الصغير 108. نجد 2 فاصل، دونك ناخذ الجزء الصحيح 2 هذا باش نلقى 72. هذا نديرو 288 ناقص كل هذا، ثم 108 نقسمه على 72، نجد 1 فاصل. دونك 1 والباقي هنا باش نلقاو الباقي نديرو 108 ناقص هذا، نجد 36، ثم 72 على 36 نجد 2 فقط والباقي 0. اذا بي جي سي دي لي 288 108 يساوي الى 36. هذا هو. العملية الأخيرة اللي درناها أيضا في الحصة السابقة هي حساب البي جي سي دي لـ 154 و112، دائما الكبير قسمة الصغير، هذا قسمة هذا، نجد 1 فاصل. دونك نأخذ 1 هذاك الجزء الصحيح فقط تاع النتيجة هذه، باش نلقاو الباقي نديرو 154 ناقص هذا كله، من بعد 112 قسمة 42 نجد 2 فاصل. دونك ناخذ 2 هذا كبر، 42 في 2 هو 84، دونك نديرو 112 ناقص 84 نجد 28، من بعد 42 قسمة 28 نجد 1 والباقي 14، ثم 28 قسمة 14 نجد 2 فقط والباقي 0. إذا لو بي جي سي دي تاع 154 و 112 يساوي إلى 14. فوالا، دونك أتمنى أن يكون واضح يعني هذا باش يكونوا هاد الفيديو تكون واضحة واستفدتوا منها، ولا عجبتكم نيزيتي با فوز ابوني وديروا جيم، ولا ما راكوش ابوني ولا راكو ابوني نيزيتي با لا بارطاجي مع صحابكم ولا تلاميذ كيما نتوما ولا اللي عندهم ولا كان ام اللي راهي تشوف فيا، نيزيتي با لا بارطاجي مع الامهات اللي عندهم ولادها كيما نتي ايتترا، وديروا لي بوس سي فو بلي جيم على الفيديو ولا عجبت لكم، ونتلاقاو في الحصه المقبله ان شاء الله باش نديرو فيها مراجعه حول الجزء الاول، هذاك لي الجزء الاول اللي يجي براتيكمون نقولو براتيكمون دائما اللي تحت التمارين تاع البوام اتسيتيرا، اقول هو تقويم سوا ديزا ماشي تقويم تشخيصي بصح يرجع فوالا يرجع دائما باش من بعد نديرو التمارين الأولى، أنواع من التمارين الأولى، ممكن نكملو إن شاء الله في الحصة المقبلة. مع السلامة.